هذا وقد أكد رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر كوب 27 المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة محمود محي الدين، أكد أن تفعيل صندوق الخسائر والأضرار بمؤتمر كوب 28 في دبي هو بناء إيجابي للنجاح الذي حققه مؤتمر شرم الشيخ في هذا الملف. وخلال مشاركته في المؤتمر الصحفي لرئاسة مؤتمر كوب 28 أشار محي الدين إلى أن الصندوق من شأنه تغيير ديناميكيات العمل المناخي على صعيد تمويل وحوكمة الصندوق من جهة، وتحفيز جهود خفض الانبعاثات والتكيف مع تغير المناخ لتقليل تكلفة الخسائر البشرية والمادية الناتجة عن تغير المناخ من جهة أخرى، لافتا إلى أن الفرصة لا تزال مواتية لمعالجة قصور تمويل العمل المناخي من خلال وضع الأطر التنظيمية المحفزة له.